بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في برنامجكم كيف مالك. أيهما أولى، الصدقة أم عمرة النافلة؟ سؤال يتردد ربما كل شهر فيه إقبال من الناس على العمرة وخاصة في رمضان. ماذا عن تكرار الحج والعمرة وما هي أسبابه؟ يعمد بعض المسلمين وربما كثير منهم إلى تكرار حج النافلة وعمرة النافلة كل عام. نجد إنسانا قد حج 20 مرة والآخر 25 مرة، أما العمرة فربما باستمرار كل عام يذهب إلى العمرة في أيام العطلات. هذا شيء طيب، ربما كان الدافع لبعضهم أنه يريد الإكثار من الحسنات والآخر يريد أن تذهب عنه السيئات، كل هذا شيء طيب ومطلوب. ربما بعضهم يعتمد على الحديث تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. من هنا نجد أن المسلمين يتسابقون لحج النافلة والعمرة، لكن سل نفسك لماذا أعيد الحج والعمرة؟ دعونا نتكلم بصراحة ونحن في برنامج مالي. إن الذي يذهب اليوم إلى العمرة يحرص على زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وضع لنا منهجا لنسير عليه. هذا المنهج يقتضي منا أن نتعرف على ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مقاصد هذا المنهج. إن الذي يذهب كل عام إلى العمرة أو كل عامين أو ثلاثة إلى حج النافلة عليه أن يسأل نفسه، لماذا أذهب إلى الحج والعمرة؟ إذا كان الجواب أنني أذهب لزيادة الحسنات ولمغفرة السيئات، فتعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن هناك طرقا أفضل وعائدها أكبر في استجلاب الحسنات ودفع السيئات. هل تسمعون بعبد الله بن مبارك؟ عبد الله بن المبارك رحمه الله خرج مرة إلى الحج فاجتاز بعض البلاد، فمات طائر معهم فأمر بإلقائه على مزبلة وسار مع أصحابه، ثم تخلف وراءهم، فلما مر بالمزبلة إذا بجارية قد خرجت من دار قريبة فأخذت ذلك الطائر الميت ثم لفته وأسرعت به إلى الدار، فتبعها عبد الله بن مبارك وسألها عن أمرها وكيف تأخذ الميتة، فقالت أنا وأخي ليس لنا شيء إلا هذا الإزار، وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة، وقد حلت لنا الميتة منذ أيام، كان أبونا له مال فظلم وأخذ ماله ثم قتل. فأمر ابن المبارك برد أحمال القافلة وقال لوكيله الذي معه المال كم معك من النفقة؟ قال 1000 دينار. قال ابن المبارك عد منها 20 دينارا تكفينا للرجوع إلى بلدنا وأعطها الباقي، فهذا أفضل من حجنا هذا العام، ثم رجع. إذن خذ نفقة الحج وعمرة النافلة وتصدق بها. عندما تأخذ هذا المال الذي تنفقه على عمرة النافلة وتنوي كل سنة أنك تريد أن تذهب إلى عمرة النافلة، خذ هذا المال وأعطه اليتيم، أعطه من هو بحاجة لهذا المال، أو أعطه لمريض أو طالب علم، إلى إنسان لا يجد عملا يتعيش منه، إلى رجل كفيف لا يجد من يعينه في حياته. هذه الصدقة وهذا الإنفاق خير لك، وبذل هذه النفقة مكان نفقة حج التطوع أعظم بكثير من ثواب حج النافلة ومن عمرة النافلة، خاصة إذا كان الحال في بلاد المسلمين وأنتم ترون ما يعيشون من تشريد وتجويع. يقول أحد العلماء، أما إذا كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل، وكذا إذا كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته. يجب أن نفرق بين العبادة اللازمة والعبادة المتعدية. ببساطة أقول لدينا نوعان من العبادة في الإسلام، عبادة لازمة وعبادة متعدية. ماذا يعني ذلك؟ هناك عبادة تلزمني وتخصني ويرجع نفعها لي، لكن هناك عبادة متعدية يعود نفعها إلى الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، فالعبادة المتعدية يصل ثوابها إلى صحيفتك أعظم من ثواب العبادة اللازمة.
فإن كنت تملك المال وتريد الثواب فعلا فإن إنفاقك على وجوه الخير وخاصة على أقاربك ممن هم في حاجة وفي فقر وفي عوز هو أعظم درجة من عبادة النافلة وحج النافلة. عودا إلى مقدمة الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام يريد منا الخير ويريد منا أن نحصل على الثواب العظيم، لكن ماذا لو زرناه وهو حي؟ هل سيكون فرحا أكثر إذا ما قلنا له لقد أخرنا عليك بالزيارة لأننا ننفق على أقاربنا وننفق هذا المال بالمال الحلال، أم أنه سيرضى أن نأتيه كل عام ونحن قد تركنا محاويج في أهلنا وأقاربنا ومن المسلمين عموما؟ السؤال بين أيديكم، بارك الله لكم وبارك في أموالكم وأوقاتكم، مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.